السلام عليكم الاخوان، بخيرين؟ الله يجزيكم بخير. حاولوا تتبعوا الفيديو، غادي نخليكم مع مول الارض، غادي يعطيكم المعلومات على واحد البقعه ديال الارض حيت واجد سيدي قنقش النواحي ديال المصرصح. غادي يعطيكم شحال فيها ديال المساحه وغادي يعطيكم حتى الثمن. وشكرا لكم. فتقند الدخله ديالها بين الضد لامار، هذا الدخله ديالها لامار كتوقع على الشمال، الدخله ديالها على اليمين مع بعضيتهم. ها هو فين هما هذيك الحموريه والبيض، هاي بحال البحر، فين هما بحال البحر. الدخله ديالها باش نبداو هذا، هاي باش نمشيو معاه ونمشيو ليله ونمشيو هذيك الارض. فيها الارض، ارض فيها 1060 متر. انا دابا ماشي على رجلنا باش نطول الفيديو شويه. هاهي فين هي الطريق، فيها 1060 متر، الأرض ملكية ورثتها من الوالدين، من الوالد جد على بو جد. الأرض أملاك مواليها، مكاين شي حاجة فيها ولا لا بغا شي معقولة ولا. حنا موجودين الحمد لله في سيدي قنقوش، اتصلوا بينا فهمتي. هاي هذه كيصلحوها، هذه القنطره او كيصلحوها دابا، كيصلحوها. وهذه الارض 1060 متر، الثمن ديالها حتى الاخر الفيديو. هيا الطريق ديالها فين هي. ومن طنجان هنايا، من طنجان سيدي قنقوش 15 كيلومتر، ماشي بعيدة بزاف. الانسان يخرج يشم الهواء مزيان، يلا يشم الهواء مزيان. حنايا هنايا طرد الأرض مزيوين، وكنبدل لا بغى يبدل معايا شي واحد بشي دويرة في المدينة في طنجة. أنا موجود، أنا سيدي قنقوش، لا بغى يبدل معايا في المدينة بشي دويرة، شي دويرة تكون عند الكراج، شي دويرة تكون عند الكراج. هو يشوف وانا نشوف، ماشي مشكل. طولت معكم بالفيديو، الله يبارك، سمحوا لي نطول عليكم بالفيديو. الطريق هنايا الحد ديالها الكرابة، هما شي يزيدو يعدلوها، ما باقي شي بزاف شوي في المرة. وهذا طرد الأرض عند المستقبل إن شاء الله. عند المستقبل ان شاء الله.
هي في راس ديك الكوديا هي كاين هنا واحد الطريق كتمشي هيدا من الحومة هادي ها البحر هادي هنا الدنيا مزيونة ها المنار نونويش ودا نشبو كاين هنا واحد الطريق على اليمين وعلى الشمال مي ما بغيتي تمشي ليلة بغيتي تمشي ليلة حميتها ودرها مي بغيتي تمشي من هنا هنايا هاد الطريق كتبغي هاد الطريق دوزي لي كتدخل الهبطة تيلي قنقوش هاي تما البلاكات داخل دوزا لي كتخرج ليلة بغيتي تهون لنطاش هادي 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 الطريق لي نهودو فيها كتمشي ليلة باش كنصوركم غير ماشي على رجلي كنصوركم شي بالطوموبيل نطول في الفيديو شي شويه يا اللي كاين لا بغا الدرهم مزيان بزاف زعما تي الهوا هنايا شوف على المنظر شوف على المنظر صار فني داك تيتوا الطريق الكبير الكدر احنا هنايا كاين واحد الرمبوان هنايا كاين هنا الرمبوان ثلاثة أربعة الطرق كاين هذه تاوي فيها البقال كتهبط ديك البقال بغيتي تطلع من هنا كاين هادي كتطلع لعند الفتحة بغيتي كتخلط مع ختها كتمشي من الطريق د ملوجة كاين هادي الداخلة كتكون الأرض ديالي هادي الأرض هادي الطريق هادي الطريق عمومية مكاينش من يزول عليك واخا تشدها بلاش ما شديتها تجي الإدارة تحلها واخا يقول لك شي حاجة شي واحد أولا فهمتي حنا دايرين المعقول والناس الناس دي هادي صحاب المنطقة كنعرفو شني كاين ها وعادي تيك هذا الطرف الأرض خوتي مسحدين به خوتي فهمتي كل واحد عنده 1060 ديال المترو ديالو مقسومة بالمرايا كل واحد عنده المقاسمة ديالو عنده الحجة ديالو اللي يبيع الله يعوضه يجمع تيسير هادي واخا تجيب التركس متعدله ما كاينش من يوقفك يوقفوا لا وقفك واحد يجوا 50 واحد يمنعوا علاش وقفك ها هي في الارض ديالي نطلعوا مع الاخر هذا محفظ الجار ديالي محفظ الجار ديالي محفظ ويدو هو بحال العائله مع مرادار ها انتينا هو الطرد الأرض ديالي أنا كنصور فيه تبارك الله فيه الشوك بزاف طلعوا فيه الشوك بزاف ما حرطوش يد العام كانت فينا عارف عندنا ولود العام ما حرطوش يبقى الشوك بزاف ها انت وهذا الطرد الأرض شوف طالع من الطريق من هنايا محفظ الجار ديالي ها انت محفظ تيتري تبارك الله شوك بزاف الله يبارك شوك بزاف الحق انا مدرب في الجبل انا مدرب في الجبل ها حنايا ها هي الطرنا ديالي وتا ديالي ها هي محفظ ها هي كتمشي تسرى ها هي شهادة كبيرة عندنا حنايا
الاتجاهات والسحب. احنا في الجينة قبيلاتي هيا هيا راه جبر الطرفة كيبان شني شويش دباب ها طلع قصر صغير تيتوان قنيداق ها قنقوش شوية المسافة كتشوف شوف شحال كتشوف المسافة شوف 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 تبارك الله شوف كاينة من هاديك الفيلا راهنا فين واقف عندي دابا من تما هو لا طريق دملوسة كاينة الدخلة ديالها بغيتي تدخل من تما وتجي بغيتي تمشي على ملوسة بغيتي ترجع طريق نطاج الدخلة ديالها بقا لاقرة لكن تتعرفوها في الهبطة سيدي قنقوش كيف كتبدا سيدي قنقوش كاينة بلاكة سيدي قنقوش راهو هاي تما سيدي قنقوش ملوسة ها هي الفرشادة ديالها كبيرة تبارك الله تبني السكنة وتطلق الأرض ها انتينا ها انتينا باش تكملو هذا الزرع شوف تبارك الله الزرع ها هو هنا الفرشادة ديالها تبارك الله شو قد سنين هنايا 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 شفتي على فرشادة ها هي هو هذا الطريق لا بغيتي تقسمها وتبيعها مرحبا ولكن انا ما بغيتش نقسمها الناس عيو يقولوا لي راه تبيعها انا وتقسمها انا ما بغيتش انا علاش نخسر فلوس بزاف ها حنايا الشاطئ ديالها هبه كبيره مزيانه هنا عمل السكينه راه البحر فين هو ها انتينا كتشوفوا شني شويه ديال الغمام شويه ها انتينا على ذاك الريزو فين بعيد شفتها على ذاك الريزو دار الكوديا ها انتينا هاي قنقش قنقش هاي هي دابا قنقش الطبيعة هاي هي هاي 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 الجيران ديالي هاي غنعاود مع الحد ديالها في الطريق والثمن ديالها كنقول فيها 150 الف فرنك الثمن هذا مزيان عندها عند الماء والضاء الماء والضاء والضوء كاين هنايا وكاين الماء جابوا دابا ستراسيون ديال الماء هو هنايا ستراسيون ديال الماء عاتينا تهيأ راسك وهذه يكون ستراسيون ديال الماء موجود طلقوا الماء حق الماء باقي ما طلقوه ها حنايا شوف شحال هو هو من النار كنجري شوف كنجري 1060 ديال المتر ماشي سهله ها هي لا بغات يتبرح مع راسو شي واحد طرد الارض طبيعي مخير هذا فين هو انا الوالده طرد الارض الوالده ها حنا بلغنا الطريقه عندنا الشريين هنايا بيني وبينهم ها الطريق اللي قلنا حنا نشوف الطريق هادي عاونيت هادي ماشي تبدا من هنا من الارض ديالي تنكملو بديو من هذاك الطونوبيل هذاك الطونوبيل تما كاينه الحد الارض ديالنا هادي الارض ديالنا اللي ماشي فيها الجيران ديالنا خلاو تما جود المترو حنا عاون خلو جود المترو ولا جاب الله حلو الطريق وهذه ماشي مشكل الارض 1060 المترو راه تبقى لك ها 1000 المترو تبارك الله حنا بغاو يكوزو الطريق خمسه بيكوزوه هاي شوف تبارك الله على الطريق راه ما تكوزها في هادي قداش تكون هادي الطريق زعما الطريق رئيسيه هاي هذيك الارض ديالنا اللي ماشي فيها ما يقدر يهضر معاك حتى شي واحد والطريق عموميه هذه كتمشي في حاله هيدا كتطلع تن واحد الشهر يقولوا له سميتو طلاشري كاين واحد الطريق كتطلع من هنا رجليه فهمتي رجليه الطريق عموميه كانوا الناس في الستينات كانوا يجوزوا من هنايا ما يقدرش شي واحد يادي هنا ماشي يكون واحد الرامبوان ها هو كاين واحد الطريق كطلع من هنا هذيك الفيلات عاونت الطريق يقدروا يسلكوها كاين الطريق هذي قلت لك كطلع من هنا كاين الطريق كتعاود بحال هذي البقا عاونت ها انت مي ما جيت تبارك الله عند الطريق والماء هما فين هما ها الماء فين هما عندهم هنايا قادوس هنايا عندهم قادوس ديال الماء موقف ها هي في الارض ديال الخاوه والطريق بينات من هنا بين الخاوه وبين الجار ديالي ها هي غادي هادي باش نعاودو عند تحت وغادي نقطعو موجود كلشي موجود والهواء والطبيعة ها قنقش فيني آه.
قنقوش فينيا راه الجامع فينيا، قنقوش عندها جامع واحدة ها هي فينيا قدام البقالة، شنو سميتو تركب القصر الصغير تسمى الحوانيت تسمى اللي بغيتي الدركورية اللي بغيتي كاين تسمى ضو ضو الما كاين هنايا هاي وصافي غادي نقطع الفيديو ان شاء الله باش ما نطولش عليكم بزاف فهمتي هاي سيدا كنقوش راه البحر فين هما اذا من الارض ديالي الا بنيت الفوق يختار يزيد يبان لي هاي ها هو البحر حاتيشات فين هما العاب العواول تما القهوة تما المطعم تما الحوانيت تما الدروكورية تما اللي بغيتي ها حنا يا سيدي قنقوش ها انتي شوف المسافة تبارك الله شوف قداش شوف صافي غادي نقطعكم الفيديو ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللي يبغي شي حاجة دارين معقول بسم الله